سواء مع معالي وزير اشرف صبحي وزير التربيه والتعليم، وايضا كمان وزير الرياضه عفوا، ويمكن وزير التربيه والتعليم كان متواجد. كان يعني كان في يمكن الام بسيطه جدا مع الكابتن محمود الخطيب، لكن تواجده ورسالته الدائمه والمستمره لدعمه الكبير لفريق النادي الاهلي دي اللي بنشوفها على اللاعبين في معسكر الفريق. بمجرد ان كابتن محمود بيكون متواجد بتبقى رساله مهمه جدا. اللعيبه يمكن عارفه المسؤوليه، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده ورمز كبير كرئيس النادي الاهلي والمسؤول الاول على قطاع كره القدم بالنادي الاهلي كابتن محمود، بيبقى ليه تاثير كبير جدا يا كابتن اسلام، خاصه فيها